ساعات قليلة ويودع لبنان الرسمي والشعبي شهداءه العسكريين العشرة. فتلبس البلاد لباس الحداد وتنكس الأعلام حزناً على عسكريين فدوا لبنان باستشهادهم. ساعات قليلة وتختلط مشاعر الأهالي بين الحرقة واللوعة والفخر والاعتزاز بأبنائهم الأبطال الذين ستخرج جثامينهم من المستشفى العسكري في بادارو عند 8:30 صباحاً مجللة بالعلم اللبناني، ليكرموا لاحقاً عند 10:00 في احتفال جامع يليق بهم في باحة وزارة الدفاع في اليرزي أعدته لهم قيادة الجيش، يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ويشارك فيه الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية، إلى جانب عائلات الشهداء وشخصيات رسمية وروحية واجتماعية. ويغيب عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بناء على طلب أهالي الشهداء. الرئيس عون سيعلق على نعوش الشهداء العشرة الأوسمة وسيلقي كلمة في المناسبة، على أن يرأس بعد مراسم التكريم اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع الوطني في القصر الجمهوري. مصادر عسكرية مواكبة للاحتفال التكريمي أكدت لقناة الجديد أنه قد يعرج بعض أهالي الشهداء بجثامين أبنائهم على خيمة رياض الصلح التي أضحت رمزاً لقضية العسكريين الشهداء. بعدها يتوجه موكب الشهداء في مهمة عسكرية أخيرة، كل إلى بلدته وفي أحضان ذويه، علماً أن أهالي الشهداء حرصوا على الرغم من انهماكهم في التحضيرات على مناشدة جميع المواطنين عدم إطلاق النار في أثناء تشييع الشهداء. 10 شهداء سيعودون قريباً إلى بلداتهم مكللين بالغار، فتزفهم عائلاتهم عرساناً. ولهذا اكتملت التحضيرات في القرى والبلدات التالية. الشهيد محمد يوسف سيرجع إلى بلدته مدوخة في البقاع الغربي. بلدة القلمون في طرابلس ستستقبل الشهيد إبراهيم مغيط. الشهيد حسين عمار سيزف في بلدته فنيدق في عكار. الشهيد مصطفى وهبي سيعود إلى اللبوة. الشهيد علي المصري سيوارى في ثرى بلدته البقاعية حور تعلى. الشهيد سيف ذبيان في مزرعة الشوف. الشهيد عباس مدلج في مأنة في البقاع الشمالي. الشهيد يحيى خضر في الضنية عزقي. الشهيد خالد حسن في فنيدق في عكار. وحده الشهيد علي الحاج حسن سترجأ مراسم تشييعه حتى السبت. ولعل التحية الأسمى لمن استشهد لنحيا تبقى هذا الشعار الذي اعتمدته قيادة الجيش: لشهدائنا نحن شهود. دارين دعبوس، قناة الجديد.